لا تمام بيدخل حمزة من على جلو وقاعد في ما جاب حمزة هلنا اللي زين يلا قام في منطقة غريبة من القاهرة بحوالي 100 كيلومتر في مصر. الجهاز الفني ركز في الفترة الماضية على رفع اللياقة البدنية وعلى تجهيز اللاعبين وإعدادهم فنيا وبدنيا وإعادتهم إلى أجواء المباريات من خلال الخوض ما يقارب 5 مباريات إلى 5 مباريات تدريب مع أندية. هو المتاح يعني هذا هو المتاح أمامنا لأنه صعب إنك تلاقي مباريات في هذه الفترة وطبعا الاتحاد أيضا لا ننسى إنه من الصعب إنك تستضيف منتخب أو تتمكن من إقامة مباريات مع منتخبات مماثلة. وأعتقد هذه المباريات هي يعني كشفت الجهاز الفني الكثير من العيوب والأخطاء والسلبيات التي يمكن أن تتعالج وبإذن الله رب العالمين يكون معنا منتخب قادر على أن يقدم صورة مشرفة وسينضم خلال الأيام القادمة عدد من اللاعبين المحترفين سيعزز صفوف المنتخب إن شاء الله. الجميع انه دخل معسكر مبكر داخليا وانتقل بعدها الى معسكر خارجي هنا في جمهوريه مصر العربيه. طبعا النتائج ليست يعني ذلك الطموح الذي يتطلع اليها الجماهير اليمنيه والقائمين على المنتخب الوطني، ولكن هكذا هي ظروفنا وهكذا هو واقعنا، لا دوري لا مسابقات منتظمه، وبالتالي جزاهم الله خير انهم
يعني داخلين هذه المشاركة في كل هذه الظروف للحضور الدائم للمنتخب اليمني في مشاركات كرة كأس العالم. فاللي أرى واللي أتوقع أرى أن كل هذه الظروف أرى أنها ربما تعطي دافع نفسي للاعبين أنهم يقدموا نتائج طيبة ومستوى طيب. فدائما أنا ألاحظ أن المنتخب لما أجي من استعداد غير يعني واسع أو استعداد كامل يقدم عطاءني غير عادي، لأنه يخرج الدافع عند اللاعب أنه يحاول يخرج يعني كل ما عنده. ولهذا أنا كنت تكلمت مسبقا أنه ربما يحقق المنتخب اليمني أول انتصار له في خليجية 25.